يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين قجرين جاسدي تعريف قيدي وقوري يبين قجرين وعري والنجاسة لغة الشيء المستقدر وحل إلى الشيء قال قروم إيستو إعدادكو أي قرون واركيان أما طاهر هذا السيدة عن رفضي حاكذيو أما إيان وطاهر بهان نجاسة هذا وحل لياليه وحق الصالة قروم إيستو أيال إلى هذا حق اللغضة مرنوا أسبابها نفلوه كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرين نجاستي تعريف قيدي وقوري يبين كجرين وعري والنجاسة لغة الشيء المستقدر وحل إلى الشيء قال قروم إيستو إعدادكو أي قرون واركيان أما طاهر هذا السيدة عن رفضي حاكذي أما إيان وطاهر بهان نجاسة هذا وحل لياليه وحق الصالة قروم إيستو أيال إلى هذا حق اللغضة وشرعا حق شرعنا وكل عين وعين يشي كسا أو مغضى حرومة وحران مغضى تناولها قاد الشدي هذا بمعنى إن لعنى أمل عبو على الإطلاق دو دوبهان إن لقاتا إحران مغضي حالة الاختيار دورش حالة إذن إحران مغضي وحلق مركة ضرورة يدبات إجرتو دي حتى بقت أيال لعنائي وشيء كستا أو حران قدي إن لعنا صد وضوبة حلق مركا اختيارك يدورش إجرين ضرر يدبات إجرين شيء كسو لحران تنوين لقاتوي أو لعنا مع سهولة التمييز أيضا صعيد هذا يعني لقى صعانا أي حران تنبو ذي ويسألنتهي مع سهولة التمييز يعني كصعيد سألنانت إن لحران تنوين أي الله إلى هذا لا لحرمتي أوحى لو حرمت لما يحرمه الشيء إليها يا أنا يحين ولا لاستغدارها قرميس لا قرميس يا أنا لو حرمت لما ولا لضررها نبات في بدن جل أو عقل أم عقل قايد ما يسر أن لو حرمت لما نجاس واقع وشيء قاي حرام دنا قتين لعنيين لعبسيط وضوبة أيضا حالة دنا حالة اختيار لقولش حالة دنا ريتشين أيضاً مركا شيء غير شيء مركا لسوعي كرا يوي يهي وحن لو حران تنوينا حرمه ولا يهي يا قرميس لا قرميس لا يهي أما ديب وديب أيو تشد أما عقلي أن لو حران تنوين ودخل هذا بوحا قال يلقى سين وقوشوك دي ودخل وحا قال في الإطلاق إلاقى وحا صو قال يقليلون نجاسة نجاسة انت هذي ريدي وكثيرها انت هذي بطنيد با وخرج بالاختيار نوحا كبحي الضرورة ضرورة نباتذي فإنها تبيح وحي بنين إيسا تناول النجاسة نجاسة قاد الشيء ذي بنين وبسهولة تمييزنا وحاكو بحيا أكل الدود درحية عرديسي الميت تقولين ذي في جبن عنها لفريسي أو فاكهة نما خطرد إيو نحو ذلك كاوحي لمدا وخرج وحاكو بحي بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي باكو بحي وبعدم الاستغذارنا المني يونحو باكوبحي وبنفي الضرر أيضا الضرر نفي ذي سنوحا كوبحي الحجر ودقحي والنبات إيا النبات كي سوبحي المضر أديبي ببدن جد أو عقل أم عقل مرقو شاقو إنو شاقي قيود إلهي شاقي نجاسة أي احترازات كي
iyo waxyaalihi uu saarayay ee uu iskaga ilaalinayay quyuuda ayuu noo sheegay. Marka wuxuu yidhi markii ugu horeysay kullu aynin xaruma tanaawuluhu cala al-itlaaq, wa cayn kasta oo ay xaaraan noqotay in la cuno ama la cabo si duuduuban. Marka wuxuu leeyahay wadakhala fil itlaaqi, waxaa soo galaya qaliilu najaasa wa kathiiruha, najaasada inteeda yar iyo inteeda badanba. Marka waa xaaraan qaadashadeedu hadday in yaro dhibici kaadiya tahay iyo haddii ay farabadantay masalan koob ama bakeeri tahay oo kale, yacni waa isku mid. Marka waa shay kasta oo xaaraan noqday si duuduuba iyadoo yaraan iyo badnaan loo kala saarin. Wa kharaja bilikhtiyaari, aynu dhihi xaalat alikhtiyaar, in xilliga yacni doorashadu ay jirto iyo ikhtiyaarku ay xaaraan noqotay in la qaatana, waxaa ku baxay adaruuratu, daruurada iyo dhibaatadii ayaa iyaduna ku baxdayoo fainaha tubiixu, waxay banayn tanaawula najaasati, najaasada qaadashadeeda ayay banaynaysaa. Oo hadday xaalatu daruura jirto, yacni shaygii najaasada ahaa ee bakhtiga ahaa ayaa la cunayaa. Marka waa shayga xaaraanda noqday xilliga markaa ikhtiyaarka ayuu jeeday taana. Wa bisuhulati tamyiizi, iyadoo soocid iyo saaridina ay sahlan tahayna uu xaaraan noqday taana. Markaas waxa uu ku saarayaa aklu duudi, wa kharaja, waxaa ku baxay yara bisuhulati tamyiiz, waxaa ku baxaya aklu duudi dirxiga culidiisii, almayiti ee ku dhintay, fii jubnin ku dhintay, wa caanaha la fadhiisiiyey, wa faakihatin iyo khudraddii, wa nacwi daalika, iyo kaa markaa wixii la midka ahaa. Bisuhulati tamyiiz, iyadoo markaas soociddiis iyo kasardu ay saarantayna, kaas ayaa ku baxayoo masalan deekaasi markaa wuxuu xaaraan, yacni waxa isaga oo yacni u banaanaanaya cunidiisu dee waan markaa la saari karaynin, oo jubnigiina laga saari kari maayo, faakadiina laga saari kari maayo, waa lagu cuni karaa weeye. Marka waa shayga xaaraanda noqday iyadoo la saari karayo, la soci karayo, kaasoo kale aan ahayn. Wa kharaja, waxaa ku baxay biqowlihi lillaah lixurmatihaa, maytatu laadamiya, aadamiga maytadiisii ayaa ku baxday, oo maytada aadamiguna waxay markaa u xaaraantinimooday, yacni xurmo iyo weyne ay leedahaye, yacni nijaas markaas ay nijaas ay umay xaaraantinimoobin. Ilaa ilaahay baa yidhi walaqad karamnaa bani aadama, bani aadama waa karaamayn. Wa bicadami listikdaar, yacni iyo taasoon loo xaaraantinimayn buu yidhi istikdaar iyo qurumaysi, taana waxaa ku baxaya almaniyu iyo wanaxwu, manidii iyo wixii la midka xaakadii iyo yacni duufkii iyo kuwaas ayaa iyaguna ku baxayo. Iyagana waxaa loo xaaraantinimeeyey maaha markaa nijaase, waa istikdaarka iyo qurumaysiga. Wa binafyi darari, waxa wa kharaja binafyi darari, dararkaa nafyindiisana waxa uu ku baxay uri laali dararee fii badani wa caqlin, waxaa ku baxaya alxajaru dhagaxii, iyo wanabaatu nabaadkii soo biqlay oo soo baxay, almudiru ee dhibayey bibadanin jin ow caqlina ma caqli dhibayey, kuwaasina umay xaaraantinimoobin. Sida markaa dee hafyundii ama obiyantii iyo yacni xashiishadii iyo iyaguna yacni waxay u xaaraantinimoobeen, waxa weeye nijaase ay nijaasiyeen ma ahee, waxa weeye dhibta ay dhibayaan bay u xaaraantinimoobeen. Markaa nijaasadu waa taa, waana tacriif runtii dheer oo aan munaasib u ahayn bay dhahayn kitaabka yare mukhtasarka aan u ahayn buu ahaa, laakiin sidaas ayuu sheekhu inoogu tacriifay. Waana tacriifka ugu roon ee markaa deexadka u noqon karaya nijaasadii ee jaamica maanica. Uma dakara, waxa uu sheegay almusanibu sheekhii kitaabka qoray, wuxuu sheegay laabidan koobe linajisi alkhaariji, nijaasadii ka soo baxday min alqubuli waduburi, xubinka hore iyo xubinka dambe, biqowlihi ayuu ku sheegay. Wa kullu maa yicin buri, shay kasta oo qoyan oo dareero ah oo kharaja min asabiilayni, labada jid ka soo baxay, najisu nijaas weeye, huwa saadiqun, waxaanu ku rumoobayaa bilkhaariji almuctaadi, shayga soo baxay ee shay loo caado leeyay ahaaday, kalbowli walkaaydi, waa kaadii iyo saxaradii, wa binnaadirina, waa ku rumoobaya shaygii marla aragga ahaa, kadami dhiigii iyo walqayxi madaxdiiba weeye, ila almaniya, manidii yabihii taranka mooyaano min aadamiyinka ahaaday
أو حيوان كهذه غير كلب وخنزير أنا هين أي يضوفار يوما تولد منهما وحي لبوضة كرد الشيء أو من أحد يامدكوات كرد الشيء مع حيوان طاهر حيوان طاهر لتركي وخرج بمايع وحك بحيا أدود درحقي وكل متصلب شيء كصوات كهذه ولا تحيله آني دورينين المعدة علوش آني دورينين فليس بنجس ماهان بل متنجس وي يدور عنك دايروبيا بالغسل ما يرد وفي بعض النسق وحاها وكل ما يخرج بلفظ المضارع وإسقاط مايع هي مايع لفظه وعشاق الله رحمه الله تعالى ثم انت كدم ذكر المصنف شيخ كتاب أبو الشاع قري مثل غاية والتغريب أبو الشاع وحوشا ضابطا كوبه قاعدة كلية ما ضابط يعني يكوبه للنجس الخارج من القبل والدبر نجاستي كصوب هذا قبل كحبين كوري ترنك أما الدبر تأيض وضع ضابط يشي كوبه يا أيو الشاق بقوله أيان خشاق ويري وكل مايع شيء كسو دريره قوين او خرج كسو بحي من السبيلين من احد السبيلين لبد جد ميد كود حبين كان هوريه تنك اما حبين كان دمه دبدا ميد كود كسو بحي نجس دمانتي وود نجاس وحنا ودرينا دمركه وبنا ادم ايدا كيمادو وارين ليسكوا فقسين يحي لأنه واكي حديثك نقر إرباديها هاي حديث صحيحة كوكا جي مساجد قيب كميدا واكي مركا النبي يقول لها إسكدا يحرم ما يستو كاذيديس وذن بياهم كشبا وحكرا حديثك إسكنا إمام مسلم تلماما يا حديثك إنمك أصحاب القبور كاي لعذاب يا النبي يقول تلماما يا لبدي قبره صوم مرؤولي نماه كتير أول عذاب إياه وعلي أما حدما فكان لا يستبر من البول كاذبا يعني إسكباب بريئة لكيرين وإسكباب بسرين كيرين وصياص أي مرقى كم مطي عذاب القبر إياه وحكالو أيضنا أي راعين أيان ومرقى أيافر تمذهبت بيسكور عسيهين يعني كاذبا إيا ديغادا أما سالادا حيوانات كأن لعنين هيلب كودا أيقونا وان نجاس وأي مدى أفرت أيبا ويسكر عسيهن وعنا يبدلي شنيان حديث جيستاقنا عبد الله بن مسعود أي بخاري مورينا أي مركو يريه كان وحن كوستي جودو لباد داقاح إيا حبات سالا أيانو لا إبيبويل سيو كوستي جيسو لباد داقاحنا ويقا قاضي حبات دي سالة هيدنا واو طوري وعملي هذا ركسو كانوان نجاس بولي ولبا سالة دامير أي يا حيد أي الله إله ضعف أما أيضا حيوانات كان قليل هيلب قوض اللعنو سيدا ديقالي إيا أريقي إيا اللوذي إيا إندقنو إمام الشافعي يا أبو حنيفة يا أبو يوسف يا وحي قبان إنا يقول النجاسيين هل يكون تقيان إمام مالك يا إمام أحمد يا عطاء يا نخاع يا ثوري يا زفر يا محمد بن حسن يا إنا يمرك دمانتو ذا طاهرين نعم وليدا كاذيو ذا يسحر ذا وطاهر أي يكون تقيان خلطا وظاهر مركا قبتا وحي دريشان ايان نمان عرانيين لورن جري او مركا مدينة يمي او صو اسلامي او وحوايكو يردال طبيعي سيو علوشا لغا قبتا نبي صلى الله عليه وسلم وحو فري انا كاذي دا قيلة يعانها اسكو درسانو يعبانو سداس اي مركا كوبوك سدين يعني كاس اي مركا دريشان ايان شافعيد وحي لين استاوين به هيدوين شيء نجاس اللي اسكو داويو مركا شيء طاهر اللوايانا يعني وارن اسكا بنام بإليهين حديث قورانا لم يجعل له شفاء أمتي فيما حرم عليها إلهي أمتي يدوه مقرنين شيء وكحر انت نميينا أيق وحي لذين وحو قار كوية هيون خمرية هو هذا ما كاني كل ما يعني خرج من السبيلين كان لصوش شاقي صادق وعكر ما بيابو الشيخ بالخارج المعتاد شيء صبح لو عاد لها انه صبح يعني ددك سي عادي او كسبحيي كالبولي وبكاذدي والغايدي يا سحردي ويا شيء مركه طبيعيه حاجه الانسان
أما شيء دعاء كيني سمر ولا كصباح حيوي وبالنادر شيء مر لا رجع هنا وأكون رمابة يا وحن صباحي كدمي وديك يوك رديك بعد وديك صباحي محبين كترنك والقيح يا مرحدي يا مذيذي يا وحي لمتكها إلا المذي منية بيها منيدة الليلاية يعني ترنك مويان أو من آدميين آدمي كهذي أو حيوان أما حيوان ينورك لك هذي أو غير كلب وخنزير أي ضفار أنهين يو ما تولد منه ولا بدو ضوحي سكرلين أي ضفار سكرلين أو ما من أحد ما متكود مع حيوان طائر حيوان قالوا طائر إلى شركي كده حدا شيء وأي يريبه كده حدا شيء أما الضفار يلاحبه كده حدا شيء أما اللي بدو الضفار يأيبه سكرده حدا لي حيوان كلين أي كوا سكرلين أنهين منيدو هذا إيه منيدو آدمه أيقو حوي وامي طاهرة وعلي دليشني أن من إذا آدمها حديث جاء صحيحا يا إمام مسلم ورين اليوم عائشة وحي لها أنها كانت تحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا مرض رسولك أيك حوقي جرتي ثم يصلي فيه وأكد بنجري وعكرا رواية كرأي تلامس يا مسلم ليه لقد كنت أحك يابسا بظفري من ثوبه من إذا وان كان أيان عدد مركز أوقع حوقي جري وانك قنجري دي وحرين وقنهي nijaasada marka xuqidsa looga xuqa inaan marka daahirinim taasi waxayna tusinaysa inaan marka nijaas ahayn wa kharaja bimaayin maayaa wiili waxa ku baxay aduud duudkii dirxigi iyo kull muntasallimin wax ga soo adkaaday oo la tuhiluhu almu'idda mu'iddada iyo caloosha iyo dheefshiidku aanu markaa doorinayno inuu burburiyo wax kale iyo fadlo kale aanu ka dhigeynin ee masalan sidiis imka dad laftimireed liqdo laftimireed sayido sideediya ayun bay ka soo dhacaysa haddii xabal fataatira liqdo iyadoo sideedu may markaa dabada ka soo dhacaysaayo yaani waa shay kasta oo adag oo aanay markaa calooshi burburinayno aanay markaa doorinayno aanay markaa sida imiga raashinkii aad u cuntay nooc u doonaba adiga calooshi markaa deefshiidka ayaa mar kale shilay oo wixii markaa ay sanad jir u galaya wixii kale fadlan noqdayna markaa uu soo saaray soo saad ku cuntay aan ahay inay isbedelay markaa adduudu iyo kullu mutasallimin oo la tuhiluhu aanay doorinay almu'iddatu caloosho falaysa binajisin isagu markaa nijaas ma aha بل متنجسن يسقوا شيء مركان يجاسوبي او يطرو كو دايروبيا بالغسل ما يريد ايو كو دايروبيا شيء مركاس ادق حدي لما يرو يعني و داهيروبي لكن هل كانوا دا سومر اي وحنو دخغلي ايو كو نجاسوبي وفي بعض نسخي نسخي غير كود وحا كو سغنا و كل ما يخرج وحا سو كا صبحيا بلفظ المضارع يو اسغادي ما يعن ما يعيض مركا ميشا لقطوره ولا صاره وغسل جميع الأبوال كاذيها دمانتو دين لميرو ولا وراثي يدقوينك ولو كان من مكول اللحم بهكا هذاني واجب واجب وي ومسردي هاديران كاد لينيو وعجيني وغسل جميع الأبوال كاذيها دمانتو دين لإسكام ميرو هدي جرقا قاران يا هدي مريها قبا قاران وغسل جميع مصاب الأبوال والأوراث وحال لوغة ما يريد دمان وحي أي أصيبتي مصاب لوغة وحي أصيبتي كاذي يدقوين ولو كان هبكا هذان كاذي ها يدقوين كاسي من مكول اللحم حيوان هلب كيس اللعنة بها هذان إن ليس كما إلا واجب واجب ويانو دي وحي واركي نجاس إنو يهي ورط إنو صوت الماني مركا إن يارين داقبان إمام الشافعي يا أبو حنيفة يا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وصاحبك مركا إمام أبو حنيفة أي صداقة أي ماذا كلا إمام مالك يا أحمد رقا كلا مركا ثوري يا الزبري يا محمد بن حسن يا ريني طاير طاي أي قبان وكيفية غسل النجاسة هذا نجاسة ما يريد هذا كيفية يقاب كيدو إن كان هديت مشاهدة تنميد لأركيو بالعين إيش الله أركيو وهي المسامات بالعينية الليلاوية تكون وحي نغنسة بزوال عينها إن عين تهدو أي زوشو ومحاولة زوال أوصافها إيا إن ليس كدهيو إن أوساب دهدية المامية دهدو أي سولاني مشكبها
أو صابدا سو من دع من ددنا أو لون مذا أو ريحنا مأورا فإن بقي هذو هرو دعم النجاسة نجاسة دنا كذي هذو مش كوارو ضر وادي ويايو دوان نجاس أو لون بحر أو ريح نور أيها داي عصر واتكالي زواله إنو سولو ماشا قطقا لم يضر وحبي يلمايو وإن كانت النجاسة نجاسة هديتهم غير مشاهدة مدان لا أركين وهي المصمات بالحكمية وإياني فيكفي وحا كفرا جري الماء بيين يكدر إيران على المترجس بها شيء يكون نجاسة أيضا ولو مرة واحدة مركني بها هاتين هل كان شيخ وحينا وقود أقلي كيف يدي يقابك نجاسة لو تهريني أم لو سوليني نجاسة وحينا وكرا قادي لبقي من مدعيني اللي هذا واتا مرقا حواسا قارك ودى قدر ايما ايه دي اما الله اركا اما الله ردميني اما الله ورين ايوم اما ميدا بايلا دي اموغار ايوم ميدا حكمي اللي هذا واتا اللي قوة ماشا اينا يكون عضي لكن اندادن ايا ميدا بيورتون الهي مرقا بوحو شاقول وكيفية غسل النجاسة كيفية دي اقابك النجاسة اللهم ايدا ان كان النجاسة دو حدايتاي مشاهدة بالعين إيش مد لقو أركيو يعني واحد كون أكسريت بالعينين ولا محسوسة يعني مد حواس لقو دريم أيو إلا إن إيش وحاسة كريئة أو أيضا مركا دي أورتي يردن كي عرب كي وحا لقو دريم أيو حواسة كري سنك أيو مركا عرب كي لقو دريم أيو مركا إن كانت مشاهدة بالعين هذا يتعمل إيش لقو أركيو إيا حواسي كربة دريم ياشي كربة وهي المسمات بالعينية ونجاسة عينية اللي إلى هذا واتندي أي مركة جرمي لها وحكم وقرأيا أما ددن أما مذب أما أرماش مركة أي كأريسو أيضا تا تكون وحي نقون إيسا قابك الله ميليا بزوال عينها عين تيدا يوحا ماشا دول سارا إن لسوليو ماشا لغا سارو يو محاولة زوال أوصافها إن لا يسكد يو أو ساف دادي إيات المامة هادي إن ماشا أيضا لغت ترأو لغك حيو أو ساف داسو من طعم دننا أو لون مذبا أو ريح أرعى فإن بقي هدو هدو هرو دعم النجاسة نجاسة ددن كادي هدو كهرو ضر مركا وادي بيا يدو نجاسي وي چرتا ماشي أو شيء اسمه طاهرو بين مرها دي هداد شيء يجيرنا دميسود عرب غسارتو اد نيشاسة دنن كيدي كدريم يسو او اد ميدد بار دنن كاسميشي وكوها دن يهي وادب ايا بمعنى نيشاسي ويجر تاوي او لون وحا باقي نغضي ميدة بكليا او ريح نور كليا ايا باقي نغضي او عصر ايات كاتي زواله السوري تانجي سوات كاضي لم يضر رئيس وحبي يلمايو معناها ميدة بكيوا كاسي مغضا oo sheegi waad kamay dhay laakiin wuxuu xogay casaanay leedahay si muuqda ama ur ay leedahay oo deemarada urteedii caadiga ah idaan ahayn ur markaa najaasi ay leeyahay si ka soo uraysay meeshii suulideeduna waad ka toode meeshii in la jaro ama la tirtiremo iyo si kale waa ku bixi weeyde lam yadurrakaasi sa waxba yeeli maayo in la suuliyo ma waajibaysay meeshii waa taahiroobaysaa وإن كانت النجاسة أديت غير مشاهدة مذان لأركين معنى غير محسوسة مذان حواسة لقد رأينا بها اللغة جيدة وهي المصمات بالحكمية وات حكمية ليلة فيكفي وحا كفرا جري الماء بيها كدر ويريدو على المتنجس بها كي كن جاسو بي إن يمرك بيها ون كدر إيران ويمرك بيه وقدر إيران يكون سعودا أي كفرا ولو مرة واحدة مركري بها هاتف ثم استثنى وحو كسور بي المصنف شيخ المصنف كتاب ابو الشاعر مركا دجيه من الابوال كاذيه قوله هذا الكيس اي كسور بي الا بولست بي كي لا كاذيدي سمويان الذي كسر لم يطعم الطعام لم ياكل الطعام راشن عن اي لم يتناول ان قادن ماكولا وحل عنه ولا مشروبا اي وحل عبو على جهه التغذي قادين شهاده آنو قادنين فإنه أي بولو السبي كاير كاذيديسو
يدور وجود هرمي برش الماء عليه بيلا ورش يوم ولا يشترط في الرش رشين ده أنا الله ما شرديه سيلان الماء بيه هنا يمرك الدريلان يكبحان الله ما شرديه فإن أكل السبي أطعامه هديوعنا على جهة التغذي كغذين جهاد ينوعنا وصل بوله كذي سوى الله ميلي قد عن خلاف الأمر وخرج بالسبي وحكو بحي السبية إنندي يريدي والخذ أكيل لبابك فيغسل من بولهما كذي ذا أيقا ولا اسكما إليا شيخ عمر بن أصو شيخي كذي أردن يدي قوين أردن إن لما إلى واجب أي ثم إن داكد إستثنى المصنف من الأبوال كذي وحكا صربي قوله ديوين كايدا حبل لك سوري من مايو إيا سحر ذا لكن وحو لك سوري بيا كليا وحو يا كاذي دعون مرقا وحوري إلا بول السبي سبيجي يرى إينا كا كاذي ذي سيمو يعني الذي كاسو لم يأكل الطعام أن راشن عنين أي لم يتناول أن غاذنين ما كونا وحل عنو ولا مشروبا إيا وحل عبو طونا أنو غاذني على جهة التغذي على جهة يتغذي يعني كقذين جهديد إنه كقذية أنو قاذنين معنى إنه كقذية أنو قاذن ده محالك ساريا واحد جرتا مركا المعدة شو تمري روحل كادن حرق اللوغ اليوم تاسو كلا أيضا وما قاذن اللي تغذي مركا وحبو عنا يو كذيسي والا اسكا ميدا يالما عرر ايو اوا مركو او قاطو عنا اموو عبا قذينهان لكن تن قذينهان وما قاذنين ووحا يري اجتدع سري مكا دن حرق او لوگ لي لبرا كيسر ايوي اساقا فإنه كا يس او بولا سبي كا ير كذيسا يطور وحو كودا هيروبيا برشل ما يعليه بيا لغور شيئا ينبو كودا هيروبيا ولا يشترط لما نشر ديه في الرش رشين ده لو ما شر ديو سيلان الماء بيه هنا يقدر يران لما شر ديو اي مرها كبحان يقدر يران افين كلا السبي هدو عنا اطعام الرشنجي اما شرابك ايو عنايا على جهة تغذي كغذين جهة ذا ايو مركا او عنايا ايو قادنايا وصير بوله كاذذي سوال لما يريا قطعا خلاف الامم مركا جزما ايو خلاف كتشرين وخرج بالسبي وعقب عيا السبية سبية ديران تاهيد والخنثاء يكيل لبابك فيغسل من بولهما كاذي وضوى الله ما إليا أريد أن أوحى الدليل حديث بخاري ومسلم يورين أيان هواني أم قيس الله إلى هذا أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام وحي لاتهم إن ير وأن وحر أشنع من بي لاتهم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه في حجره نبي صلى الله عليه وسلم نبتي سيوك فريسي أرورت يري وحكي كاذي بدن فبال عليه مركب وش بكسي لودي بي فدعا صلى الله عليه وسلم بماين نبي بي يسي نضحه ولم يغسله بيه أيوم بكش وي وكر شيء من أميرين حديث قراء إساق نجرة وإساق أبو ترمذي وورين أيوم والنبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية إن أنت كاذي هذا والله ما يريا ويرش والله رشيريا من بول الغلام إنك كاذي ذي السنة والله رشين هذا هو حيث ويدين لي ما حيث يجدد لك الأساري إنك يا إن أنت إن أنت إن اللو يلي الله يسكم يلي إن أنك إن اللو يلي يا الله يسكم يلي هرت مدوي يا نبي محمد باستداء يلي صلى الله عليه وسلم نبي محمد ردو السائل وما ينطق عن الهوى إنه إلى وحي يوحى سيداس ايا لو راعيا ايا لو قادنيا شي ول اولينا فرين حكمه iyo ujeeda ayaa ku jirta ama aan garan ama aynaan garanin maxay tahay xikmada ku jirtaa bay culimadu isweydiyeen culimada qaar waxay ilaadeen kaadida inagu way ka jiraysanay kaadida iranta saadaraadeed ba isaga mar hadii kaasi jiraysan tahay halo rusheeyay ba leeyin culimada qaar waxay ilaadeen may inanka inta badan walla qaada oo qofkii yimaadaba waa qaada isaguna markaba kaadi waa ku sii daaya inanta laakiin de asturran ayaa lagu barbaarinaya iyada inta badan hooyadeed ma cid kale ma qaado marka maadaama inankii de cid walba uu ku kaajayo almashaqatu tajlibu taysir wa qaacida fiqiya mashaqadu fudaydin bay keenta
maraday cid walba ay qaadayso cid walba uu ku kaajayo mashaqada darteed hadii la ilaahay iska maayo mashaqa ka imaraysa saadradid baa loo fudaydi iradina maadaama hooyadeedu maqa ayadu ay ku kaajayso hal iska maayo baa mashaqa kuma jirteen waxyaalo kalena way sheegeen laakiin waxaasi waxaad moodaa wax marka xiriir la la inaan ahayn way shartadu وعلى شرطها في غسل المتنجس شيء نجاسوي ميرديس ورود الماء عليه بيها إن لقوا أروري يطشل لك الشباب إن كان قليلا هدي بيو يريهين فإن عكس هدي وصدا عكسي ودبروكو لم يطهر مطاهر وبي أما الكثير بيها فرا بضن مياه فلا فرق وحد حيا مجر بين كون المتنجس شيء نجاسويين ويهي waaridan marka amidi soo ku aroor dhex gariyay aw mawruudan ama mid lagu arooriyo biyo lagu shubay ayada farqi ma laha masalaayno horana uga soo hadalay ayu halka nooga leey u xulee way ushtarad waxa la sheefii qasl al mutanajjis shaygin nijaasoway meeditaankiisa marka la meeyay waxa loo shardiya wurudul maayi alayhi biha in lagu arooriyo dusha laga shubo wurudul maayi inay ku arooraan biyo alay korkiisa in kaana qalilan biyo haday yar yihiin waa in shaygii la meeriyo dusha lagaga shubaa ee shaygii yara aan la dhex gelinin yani intu ino shaygii waa intaa deriskeena qaybtiisa hore halka inoogu joogo laba falaw qad duqta min halwaahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta wa lam yushghilka anhu hawan muta'un ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست